بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة جديدة لانطلاق ما قبل شوط الختام. هناك الشوط الثاني عشر وينطلق مع الجعدان مهجنات الأصايل من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول سراب، هناك أيضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم العامري بو سالم يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. تواجد هناك وانطلق مع المركز الثاني، القدوم هناك مع شاهين لهجن الرئاسة، وهناك راشد بن محمد بالسم المنصوري التابع المركز الثالث. ولكن هناك أعزائي المشاهدين يتواصل أعزائي المشاهدين التحديات والإثارة من شاهين أيضا بينما المركز الثالث ايضا ينطلق شاهين لهجن الرئاسه راشد بن محمد بسم المنصوري. ينتقل مباشره اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام مع المركز الرابع، القدوم في هذه اللحظات والشعارات اصحاب السمو والشيوخ المنطلقه هنا ايضا مع الكوكب الرباعي والمربع الذهبي الذي قد تشكل هنا في هذه اللحظات. والمركز الرابع اشوف اللي قادم شاهين، هناك ايضا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز الخامس هناك الوصول في هذه اللحظات ايضا، هناك ايضا اعزائي المشاهدين عمبل لهجن الرئاسه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. والمركز السادس الوصول هنا ايضا من شاهين، ايضا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن غدير بن ضعيف يضمره، بينما اللي قادم مع المركز السابع اشوف هناك القدوم في هذه اللحظات شاهين لهجن الرئاسه صالح بن سعيد بن علي المري في عمليه التضمير والتدريب والعناية المستمرة. بينما على المركز الثامن القادم أحلى هناك مع الفات لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد ومايد الخيلي. والمركز التاسع هناك شوف أيضا هملول سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز العاشر الوصول هناك من هملول سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم، هناك أيضا سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. وهناك أيضا مع المركز العاشر أشوف التحدي والإثارة أيضا من نجد بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة والمركز الأول أعزائي المشاهدين. سراب هناك أيضا من يتسرب على صدارة هذا الشوط سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. المركز الثاني وصل هناك أيضا شعار هجن الرئاسة مقدم لنا شاهين، وهناك راشد بن محمد بسم المنصوري على المركز الثاني. والمركز الثالث أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. عنبر هناك من يأتي ويخطف المركز الخامس أو الرابع في هذه اللحظات. يا سلام لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد ومايد على خيلي، هناك البارع يتواجد مع المركز الخامس والسادس. شوفوا اللي قادم والمنطلق في هذه اللحظات، فتن الفاتن وتقدم من مركز تلو مركز لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. وتابع اللي قادم من الجانب الأيمن، هناك أيضا شاهين لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن علي المري ضمره، بينما هناك شاهين سمو الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعي بن غدير في عملية التضمير والتدريب، بينما هناك هملول سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. هكذا التحديات، هكذا الإثارة، هكذا الانطلاق والاندفاع ايضا نحو ايضا ناموس ونحو خط نهايه الصداره والمقدمه والمركز الاول. شاهين هناك ايضا مع صداره هذا الشوط لهجن الرئاسه راشد بن محمد بسم المنصوري المستحيل يتواجد في عمليه التضمير والتدريب. المركز الثاني هناك سراب سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عمليه التضمير، ولكن اللي سلل شاهين في هذه اللحظات لهجن الرئاسه راشد بن محمد بسم المنصوري ايضا في عملية التضمير. والمركز الرابع الله
يلي قادم، يلي قادم مع المركز الرابع والمركز الخامس والسادس ايضا بشعار هجن الرياسة. ولكن هناك ايضا عن بل هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، الله يالبارع هنا، يالبارع هنا في هذا المضمار في هذا التحدي ولثاره، بينما اللي قادم الفات لهجن الرياسة. وايضا مبارك بن احمد بن مايد الخيلي قني على التعريف المميز، هناك يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة، بينما اللي قادم شاهين لهجن الرياسة صالح بن سعيد بن علي المري في عملية التضمير والتدريب. يكفينا من عدد، يكفينا من شعارات جميلة ومميزة بهذا اللون الأحمر، هنا أيضا بلون الخطر يتواجد أيضا في هذا التحدي والإثارة. راح شعار هجن الرياسة وانطلق شاهين، وأيضا راح بالسم هنا أيضا مع صدارة هذا الشوط في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. ولكن المركز الثالث وأيضا التحدي والإثارة من عنبر لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، الله 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 في عملية التضمير. والمركز الرابع هناك أيضا الفات لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. والمركز الخامس أشوف اللي قادم شاهين لهجن الرياسة صالح بن سعيد بن علي المري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. عودة والعود أحمد مع الصدارة هنا يفتتح هذا الكيلو، يفتتح هذا المنعطف الأخير هناك أيضا بهذا الاندفاع، ما شاء الله خلاص خلاص هنا مع شاهين، شاهين وشاهين أيضا بنفس الشعار ونفس المضمر ونفس الاسم ونفس الاندفاع، ما شاء الله هناك أيضا على المركز الأول والمركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله على هذا التحدي والإثارة. هنا خط النهاية ينتظر دائما مثل هذه الأسماء، ينتظر مثل هذه الشعارات الجميلة هنا أيضا والقوية في عاصمة الميادين وفي جميع ميادين. هنا أيضا ينطلق شعار هجن الرياسة على المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع أيضا بنفس الشعار، ولكن عودة إلى الصدارة مع الخمسمية متر الأخيرة. فلله درك يا أبو محمد على هذا التواجد الجميل وعلى هذا التحدي. العصاف الابطال هنا ايضا ما زال شاهين، العصاف الابطال لا يبغي له تعليمات هنا ايضا مثل هذه النوعيات الجميلة والفريدة من نوعها هنا بهذا الاندفاع. سلام للرياسة، سلام وسلام للمستحيل، هناك الذي لا يعرف المستحيل يتواجد دائما مع الصدارة والمقدمة والمركز الاول. هناك تهانينا 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 ايضا نزفها ايضا من اعماقنا لهذا الشعار، وايضا تهانينا لايضا راشد بن محمد بسام المنصوري على المركز الاول والمركز الثاني، تهانينا والناموس. هذه لحظات وصوله وعبوره الى خط النهايه. هنا ايضا المركز الثاني شهيد لهجن الرياسه راشد بن محمد بسام المنصوري، وتابع هناك الفاتن مع المركز الثالث لهجن الرياسه ايضا مبارك بن احمد مايد الخيلي. والمركز الرابع هناك عنبل لهجن الرياسه، والمركز الخامس يتواجد ايضا شاهين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد ال مكتوم. التحديات مستمره اعزائي المشاهدين، والتحيات تتواجد هناك ايضا مع هذه الانطلاقات، وايضا نعود مع الاعاده، وايضا الاعاده ايضا فيها افاده مع التوقيت الزمني، لحظات الوصول الى خط النهايه والتوقيت الزمني 9 دقائق بلا شك هناك ايضا، وايضا اعزائي المشاهدين و29 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا للمستحيل. والمركز الثاني ايضا ياتي شاهين على المركز الثاني. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بسام المنصوري، وأيضا التوقيت الزمني لحظات وصوله ب9:35 4 أجزاء من الثانية، بينما يأتي الفاتن على المركز الثالث هناك أيضا بهجن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا والناموس المميز أيضا 9:39 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع الفائزين.